صابر فعلا كان في لعيبه متاثره نفسيا في المنتخب عموما. ليه انت حسن يوسف تدخل دلوقتي في الكلام ليه؟ طب خليني اقول لك حاجه، انت صاحب احمد الاحمر صح؟ اكيد طبعا. هل في ايه سبب المشاكل ما بين احمد الاحمر واقول يعني قدام الناس والمشاهدين؟ انا بتكلم عادي. كان في مشاكل، كان في مشاكل كبيره جدا ما بين احمد الاحمر وما بين حسن يسري بشكل كبير، سوري عفوا، احمد الاحمر ومروان رجب في بطوله افريقيا من يناير، وكانت مكمله لغايه الاولمبياد. عشان كده كل الناس كانت بتستغرب ظهور احمد الاحمر بالمستوى المتدني، والمتدني جدا. مش هو ده احمد الاحمر، ايه السبب؟ كوتش انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا لعبت مع احمد الاحمر فتره وناس كتير لعبت مع احمد الاحمر. احمد الاحمر لعيب مودي، لعيب مودي يعني لعيب مش هقول قصه مزاجه ومش مزاجه، لكن لعيب ما بيحبش يحط نفسه في ضغط في مشاكل في كلام من ده. فده اللي اتحط فيه في المنتخب، ان هو اتحط في مشاكل واتحط في ضغط واتحط في حاجات كتير، فدي اثرت احمد الاحمر. ما فيش حاجه هتاثر على مستواه غير الحاله المزاجيه والحاله النفسيه. هو احمد لعيب مزاجي مش بتاع مشاكل. لكن اللي وصل له احمد الاحمر في الفتره اللي فاتت، احمد ما كانش مرتاح نفسيا. طب هو عاوز واحد زي ايمن صلاح مثلا، طب ما راح نادي الزمالك وكابتن ايمن صلاح المدير الفني والراجل بيأدي كويس جدا، وحضرتك شفته بيأدي كويس جدا وبيلعب. ليه؟ الحاله النفسيه بتاعته اتحسنت، لان ده لعيب لازم يعني. احمد الاحمر انا لعبت معاه، لو حالته النفسيه مش كويسه مش هتاخد منه 50% من مستواه. مجرد ان حالته النفسيه تبقى كويسه هتاخد 150% من مستواه. زائد معلش مع احترامي، انا لعيب لسه بلعب وفي لعيبه كتير موجوده في مصر، مع احترامي لكل اللعيبه بما فيهم انا، احمد الاحمر حاله شاذه في مصر. فلازم فعلا، مش بقول يتعامل معامله، لكن لازم انا اشوف احتياجاته ايه واقدر اعملها له. مش هو في اللعب. طبعا هو ممكن حد يطلع يقول لك هو لاعب محترف، ما فيش حاجه اسمها ناحيه نفسيه المفروض يتاقلم مع اي حد، ولكن في بعض الشخصيات اللي يجب التعامل معاها بالزبط. بشكل نفسي جدا عشان يعرف يديك لو انت مهتم ومهم بالنسبه لك اللعيب ده في الملعب. حضرتك لو مدرب عايز تاخد من كل لعيب احسن ما عنده، هتاخد احسن ما عنده ازاي؟ مش هياخد. هقول لك انا ازاي، هقول لك انا صابر، نجيب له دكتور نفسي زي كده ما اتقال بعد الاولمبياد ان اللعيبه وخصوصا كريم هنداوي محتاج دكتور نفسي. طب دورك انت كمدرب ان تعمل دوت. هو المدرب يا كابتن جوه مش تدريب بس، مش هنزل الملعب واصفر واقف الماتش كاتشن، لا برضك في جانب نفسي المفروض انا كمدرب بعمله. اشوف اللعيب بتاعي متضايق من ايه، زعلان من ايه، اللي تعبه، عنده مشاكل في الملعب بره الملعب، احاول احلها له عشان اخلي كل تركيزه متجه جوه الملعب بس، عشان يدي اقصى حاجه عنده. لكن مش شرط اجيب دكتور نفسي اقعده لعيب. بس هو برضه خليني اقول لك، انا احط نفسي مكان مروان رجب، ان انا مش انا وظيفتي فنيه. طب ما ممكن الاتحاد يوفر الكلام ده، طبيب نفسي للمنتخبات كلها مش منتخب واحد، فانا يعني او اخصائي نفسي. والله كنت جوه، بس ده لو حصل من المدرب ذات نفسه بيبقى احسن. ان المدرب هو اقرب واحد للعيب جوه الملعب في المعسكرات حد كلها. فلما اللعيب بيحس ان المدرب حاسس بيه وحاسس بمشاكله وبيتكلم معاه وبيحاول يطلع احسن من اي حاجه جواه، عنده مشاكل حلها له، بيبقى احسن ما اجيب دكتور واقول له اقعد معاه.